مشهورة من أحسن المابس بالعالم. انتردسيبلينري انه كلنا من مختلف مجالات مختلفه عم نشتغل مع بعض، اما لما نحكي عن مالتيديسيبلينريتي انه كل واحد بتخصصه وعم بيعمل اشي على كيفه بس بنفس الوقت. ف وهذا الاشي عشان هيك باوبن جوردن اليوم هذا الاشي عم نشوفه كثير، انه في عنا ديفلوبرز، في عنا ديزاينرز، في عنا ناس جايين من ميديكال باك جراوندز، فكله عم بيحكي عن نفس الموضوع وكله عم بيعبر رايه وبده نفس الاهداف، فهذا اشي حلو اليوم شفناه. طبعا هذا بيصير تراست مصدر اللي عم تسكر ال وهم اللي بشكل عام انا بحس عليه انه في النهايه اللي هو كويس واللي بيسمعوا في البلد في قائمه معينه ولكن ما بيشوفوا كل شيء ما ريجليشن ولا مش ما ريجليشن. خلينا نشوف البروبوز شو يعني هاي المبادئ، شو بناء على هدول ناخذ هاي الحقوق ونشوف كيف. فمشان هيك نحن قررنا كجمعية إنه نبلش بالميثاق الأردني للحقوق الرقمية اللي هي حركة استباقية، بدل ما نكون دائماً ردات فعل زي ما كان في عندنا ردة فعل على قانون الاتصالات، ردة فعل على قانون مطبعة النشر، هلا بدنا نكون نستبق الأحداث، بدنا يكون في عندنا مخطط واضح أو منهجية واضحة لإيش هي الحريات اللي نحن نعتقد الأردنيين بأمنوا فيها من منطلق محلي، ونستخدم هاي الوثيقة ك مقياس لمدى حرياتي بالأردن وبرضه كخطة عمل ولطريقة لدعم حريات بالأردن وتعريف الناس عنها. الموضوع هذا عم بزبط، صاروا يشبكوا بينهم بين أوروبا. فكرة الانفتاح وفكرة مهمة جدا ولازم احنا ننتبه لها وندعمها لعدة اسباب. من بين هذه الاسباب انه بصراحة الانترنت اصبح جزء من حياتنا الطبيعية، وبصراحة حقوق الانترنت يجب ان تعتبر من حقوق المواطن كأي حق من حقوق الانسان. وكذلك انه استخدامنا للانترنت يتعرض لضغوطات ويتعرض لقيود قد تكون من الحكومة وقد تكون من الشركات الخاصة، لابد أن المواطن العادي يكون عالم بمثل هذه القيود وبمثل هذه الأخطار وأنه يدافع عن حقوقه ويحاول أن يمنع مثل هذه الاعتداءات على حقه. هذه الفعالية نقطة بداية من أجل مستقبل أفضل للأردن حسب وجهة نظرنا. فإحنا عم نحاول إنه نجمع الجهود في بلدنا الأردن من أجل أن ندافع عن هذه الحقوق وهذه الحريات التي نؤمن بها، وأيضاً من أجل أن ندافع عن حقوقنا مثل الشفافية وحق الحصول على المعلومة من قبل الحكومة، وكذلك من أجل إنه يكون في عنا مجتمع تكنولوجي أكثر انفتاحاً، يمكن للجميع إنه أن يوصل للمعلومة ويمكن للجميع أن يستخدم هذه التقنيات بشكل مجاني وبدون أي قيود، ومن بينها قيود الملكية الفكرية أو أيضاً القيود الاقتصادية والاجتماعية. الشركات هاي صارت تتحكم بطريقة غير قبل سنة تقريباً أنا داخل في موضوع البيتكوين. قدرة
القدرات الموجودة لهم والمستويات الموجودة لهم فرص إنه يغيروا في المجتمعات. ترخيص الإذاعة في الأردن ومعظم الدول العربية أمر بيروقراطي ويتطلب أموال وجهود، والحكومة بكامل أعضائها لا الحق في رفض أي طلب بدون إبداء الأسباب، وهذا يعطل ويقلل من إمكانية وجود إذاعات محلية مجتمعية تقوم بدون أموال كبيرة. كمان